طبعا احنا في البدايه نحب نبارك لجميع المشاركين في سباق اليوم. سباق اليوم يعتبر من السباقات الصعبه بكل امانه. تم اعتماد مسافه 5 اميال لسباق اليوم بما يعادل 8 كيلو لفئه الناشئين والشباب. لاحظنا تنافس من المتسابقين، لاحظنا ايضا بعض التقلبات اللي صارت لنا خلال السباق، منها تغير اتجاه الرياح عند اخر 500 متر خاصه بالسباق اليوم، ولكن استطاعوا المتسابقين الناشئين والشباب طبعا لخوض غمار هذه التجربه واكتساب المزيد من الخبره في السباقات التراثيه. اليوم نحن ننظم السباق هذا طبعا من خلال الاجازه الشتويه اللي الطلاب مقبلين عليها. فئه 22 قدم هي تعتبر من السباقات الخاصه بالناشئين والشباب الى 18 سنه. طبعا اليوم جميع المشاركين في فئه 22 قدم هم من طلاب المدارس. الجميع يعلم ان حاليا الطلاب خلال اجازتهم الشتويه، مع الاخذ بعين الاعتبار ان المطارات مغلقه و جميع المتسابقين موجودين في البلاد، لا يمنع ان نحن نقيم حدث. طبعا اليوم نحن مقبلين على اكثر من 18 سباق قادم. طبعا تتصدر هذه السباقات القادمه السباقات الشراعيه الدراجات المائيه ببطوله دوليه. هناك ايضا بعض سباقات صيد الاسماك سواء كان بالكياك او بالستاند اب بادل. ايضا مقبلين على سباقات شراعيه حديثه سوف تثري روزلام ان شاء الله في السنه القادمه. نحب نشكر نادي دبي على هذه السباقات الطيبة، ونحب أنها تكون أكثر من جولتين، لأن هالموسم كان في جولتين. نحب أنها تكون أكثر من جولتين عشان نستانس أكثر في هالأجواء الطيبة هنا في دبي. الحمد لله اليوم قدرنا نحرز المركز الأول على فئة الشباب. كان في بعض الصعوبات في السباق اللي اتجاه الهواء وسرعة الهواء، اتجاه الهواء اليوم كان وايد صعب، فهذا اللي أدى أن نحن نتغلب على هاي الصعوبة وأن نني الأول. باقي السنيارة شوي تعثروا، السوافل شوي تعثروا من اتجاه الهواء، لكن الحمد لله نحن قدرنا نتلاحق ونتدارك الموضوع في خلال وقت السباق والحمد لله. كان السباق اليوم ممتاز، كان انطلاقة ممتازة توفيق. في النهاية دخلنا الأول على الكل، الأول على الناشئين وعلى الكبار، وكان انطلاقة من توفيق رب العالمين ودخلنا الأول الحمد لله. أبرز الصعوبات كان الهواء والتيار المائي، كان يودينا على البر. فريق كان حلو مجتهد معاي، يجالس كل صعوبة معاي لحد نوصل الخط النهائي.